برهان الصديقين Proof of the Trustful، حجة شكلية رسمية لإثبات وجود الله، طرحها للمرة الأولى الشيخ الرئيس فيلسوف الإسلام النابغة ابن سينا أفسنة في الفصل الرابع من عمله المهم الإشارات والتنبيهات، كل من أعماله الخالدة النجاح والشفاء. ابن سينا جادل إن لابد من وجود كائن ضروري الوجود أو واجب الوجود necessary existent، كائن مستحيل ما يكونش له. الجدلية ببساطة بتقول إن مجموعة الكائنات المشروطة contingent things لابد إن يكون لها مسبب غير مشروط الوجود، لأنه لو مشروط الوجود هيصبح جزء من مجموعة الكائنات المشروطة. ومن خلال الجدلية البسيطة دي ابن سينا طور سلسلة من الحجج بيخلص منها إن واجب الوجود لابد إن يكون كائن له خواص الإله في الإسلام، الله زي وحدة، بساطة، غير الخلق، العقل، قوة، كرم، الخير إلى آخره. في الحقيقة برهان الصديقين بيعد واحد من أكثر الأفكار الفلسفية تأثيرا في العصور الوسطى، وأصبحت فكرة عابرة للغات الأمم والديانات، ومش هنكون بنبالغ لو قلنا إنها أحد أهم مساهمات ابن سينا في الفلسفة والتاريخ الإنساني بشكل عام. والحجة تم تكرارها واستخدامها من بعد ابن سينا سواء من فلسفة الإسلام زي الرازي، أو فلسفة المسيحية زي توما الأكويني توماس أكوينس، أو فلسفة اليهودية زي موسى ابن ميمون مايمونيديز. لكن الحجة كان ليها معارضين كتير، بداية من فلسفة الإسلام زي ابن رشد أفاروس اللي اعترض على منهج الحجة، أو الغزالي الجزالي اللي رفض وصف شخص الله في الحجة، إلى نقاد الحجة المعاصرين اللي جادلوا زي ما هنشوف دلوقتي إن اشتقاق خواص الله التدريجي قد يدفع البعض لقبول جزء من الحجة مع رفض وجود الله. والحجة مازالت بتثير جدال في دوائر فلسفة الدين، إن كانت أول طرح في تاريخ البشرية على الحجة الوجودية، وابن سينا سبق أنسلم في برهانه، ولا الحجة بتصنف حجة كونية، وأنسلم كان أول من صاغ حجة وجودية على وجود الله. على أي حال، أيا كان تصنيف الحجة، ابن سينا قدم البرهان في الإشارات على الصورة الآتية: إن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، فإذا كان واجب الوجود فقد ثبت مطلوبنا، وإذ كان ممكنا فالممكن يحتاج في وجوده إلى مرجح، وهذا المرجح ممكنا فهو أيضا بحاجة إلى مرجح، وهكذا تستمر هذه السلسلة إلى ما لا نهاية، وحيث أن الدور والتسلسل باطلان لا بد وأن تصل النوبة إلى مرجح لم يكن ممكنا وإنما يكون واجبا، وواجب الوجود هذا هو الله. ابن سينا فرق ما بين نوعين من البراهين على إثبات وجود الله، الأول مشتق من تأمل فكرة الوجود نفسها، أما الثاني بيتطلب تأمل خلق الله وأفعاله في الكون. وجادل إن النوع الأول من البراهين هو برهان الصديقين، لأنه أكثر قوة وصدقا من الثاني، برهان يقين لنوع معين من الناس الصديقين أو الفلاسفة واللاهوتيين في لغة ابن سينا اللي بيسعى لإثبات وجود الله للعامة، فأصبحت الحجة معروفة ببرهان الصديقين. البرهان بيبدأ من شيء محتاج لمسبب خارجي عليه كي يوجد، شيء مشروط الوجود a contingent thing، وشيء مضمون الوجود بجوهره أو طبيعته الجوهرية intrinsic nature، كائن واجب الوجود a necessary existence. ومن هنا الحجة بتحاول تبرهن على وجود واجب الوجود. البرهان بيبدأ باعتبار الفرضية المعاكسة، وهل من الممكن إن كل شيء موجود في الكون يكون مشروط الوجود؟ لكن كل شيء مشروط محتاج لشيء آخر عشان يسبب وجوده، وهكذا في تراجع لا نهائي infinite regress. ارجع لحلقة الحجة الكونية، ومن هنا أصبح لابد من وجود واجب الوجود لإنهاء المتسلسلة دي. لكن ابن سينا ما بينفيش تماما احتمال وجود تراجع لا نهائي في البرهان، بدل من كده ابن سينا بيشير لمجموع كل الكائنات المشروطة الموجودة اللي وجدت واللي هتوجد، وبيجادل إن المجموعة دي لابد إنها تتبع نفس القواعد اللي بتطبق على الكائن الواحد المشروط. بمعنى تاني،
لابد أن يوجد كائن خارجها علشان يسبب وجودها. المسبب إما يكون مشروط أو واجب الوجود. الكائن من غير الممكن أنه يكون مشروط، وإلا حيصبح جزء من مجموعة الكائنات المشروطة نفسها، وبالتالي الاحتمال الباقي هو أن المسبب واجب الوجود. ابن سينا توقع أن رد على الحجة قد يكون أن مجموعة الكائنات المشروطة مش لابد أنها تكون مشروطة، أو بصورة أخرى الكل مش لابد دائما أنه يشترك في الخواص مع الأجزاء. مثلا في الرياضيات مجموعة الأعداد ما بتعتبرش نفسها عدد، ولا بتشترك مع الأعداد الطبيعية في خواصها، وبالتالي الفرضية اللي في البرهان أن المجموعة لابد أنها تكون مشروطة فرضية خاطئة. لكن ابن سينا اعتبر الرد ده انتصار للبرهان مش نقد له، لأن لو مجموعة الكائنات المشروطة مش مشروطة في نفسها لابد أنها واجبة الوجود، وده أيضا حيقود لأن في شيء واجب الوجود، نفس الشيء اللي بيحاول يثبته. لكن البرهان هيتحول للسؤال عن إن كانت المجموعة دي لها نفس خواص واجب الوجود أو لا، زي العقل، العدل، القوة إلى آخره. قصور البرهان حتى الآن هو إنه فقط بيبرهن على وجود كائن ضروري الوجود، وده مش كافي لإثبات وجود إله الإسلام أو الديانات الإبراهيمية بشكل عام. شخص ملحد من الممكن جدا إنه يقبل وجود كائن واجب الوجود، لكنه هيعتقد إن الكائن ده قد يكون الكون نفسه، الفكرة اللي بيعتقد فيها كتير من الملحدين في العصر الحديث، أو قد يكون في عدة كائنات واجبة الوجود. لكن ابن سينا كان مدرك للقصور ده، وطور سلسلة من الجدليات مبنية على برهان الصديقين لإثبات إن خواص الكائن واجب الوجود لابد إنها تكون خواص الله. على سبيل المثال، ابن سينا قدم جدلية فلسفية على فكرة التوحيد في صورتها الإسلامية، فيها حاول يبرهن إن الوحدة، التفرد، والبساطة خواص جوهرية في واجب الوجود، وجادل إن واجب الوجود لابد إن يكون متفرد وحيد باستخدام الدليل بالتناقض proof by contradiction، أحد صور الأدلة المنطقية اللي بتبدأ بقبول إن الفرضية المفروض نفيها صحيحة، وفي نهايتها بتثبت إن قبول الفرضية هيؤدي لتناقض. من خلال الدليل بالتناقض ابن سينا أظهر وجود تناقض لو كان في وجود لأكثر من كائن واجب الوجود. ابن سينا افترض إن لو في كائنين واجب الوجود، كائن سين وصاد، لو سين مستقل منفصل عن صاد، لو شيء وجد نتيجة كائن واجب الوجود سين، لابد إن صاد هيشترك في تسبيب الكائن هو الآخر لأنه واجب الوجود، وبالتالي أصبح سين وصاد غير منفصلين. وإن كان التمييز من جهة أخرى ناتج عن إن شيء ما لا يتطلب ضرورة الوجود، إذن العامل الفريد ده هيكون سبب لسين، وبالتالي أصبح هناك سبب لسين، فأصبح كائن غير واجب الوجود. النتيجة في الحالتين إن فكرة وجود كائنين واجبي الوجود قادت لتناقض، اللي من خلاله ابن سينا أثبت صحة برهانه. كمان ابن سينا جادل إن واجب الوجود لابد إنه يكون بسيط وحدة غير مركبة، باستخدام منهج اختزالي مشابه للجدلية السابقة، لأن لو واجب الوجود مركب لابد إن أجزاؤه الداخلية هتتطلب شيء يميزهم عن بعض، العامل المميز من غير الممكن اشتقاقه فقط من ضرورة وجود الأجزاء، لأن بالصورة دي واجب الوجود وأجزاؤه هيكون لهم نفس الصفات ويصبحوا غير متميزين، اللي هيؤدي لتناقض اللي من خلاله ابن سينا بيثبت وحدانية جوهر الله. في الحقيقة ابن سينا اشتق خواص أخرى لواجب الوجود من خلال جدليات منطقية مشابهة في أعماله الموسوعية الأخرى زي النجاح والشفاء، علشان يقدر يبرر ليه واجب الوجود هو إله الإسلام الله. وأظهر إن واجب الوجود لابد إن يكون غير مادي immaterial، عاقل intellective، قادر powerful، كريم generous، خير محض pure good، مريد willful، غني sufficient، قيوم self-subsistent، بالإضافة لخواص تانية كتير متسقة مع أسماء الله الحسنى في الإسلام اللي بتمثل تعدد صفات وسمات الله. في الحقيقة لو حاولنا نناقش جميع جدليات ابن سينا عن صفات الله هنحتاج سلسلة كاملة من كلام فلسفة، ومش هنقدر نوفيها حقها. ابن سينا كان مستفيض جدا في براهين وحججه،
وأفرد لها مئات الصفحات. هنحاول نفرد مجموعة حلقات في المستقبل لمناقشة فلسفة ابن سينا بشكل عام، وخاصة حججه المتعلقة بصفات واجب الوجود. لو كنت من المهتمين بالموضوع وما عندكش متسع من الوقت لقراءة أعمال ابن سينا الموسوعية، أنصحك بقراءة الكتاب الممتع ترجمة ابن سينا Interpreting Avicenna لأستاذ الفلسفة الإسلامية الأمريكي المعاصر بيتر آدمسون، اللي نشره مؤخرا سنة 2013، وبيعد ملخص واف لأفكار الشيخ الرئيس في متناول القارئ الغير متخصص لكنه غير مخل بفلسفة ابن سينا. على أي حال، ابن سينا اشتق خواص واجب الوجود على أساس فكرتين رئيسيتين. الأولى ضرورة الخواص اللي من الممكن إظهار وجودها بدليل التناقض، وهي خواص في غالبها سلبية أو بتنفي صفات عن واجب الوجود، زي إنه غير مسبب، غير متعدد إلى آخره. والتانية هي جوهر واجب الوجود كمسبب للكائنات الأخرى اللي من خلالها من الممكن إثبات خواص إيجابية زي المعرفة والقدرة. في الحقيقة برهان ابن سينا كان مؤثر جدا في التاريخ الإنساني، ومصطلح واجب الوجود بيظهر في الكتابات المتعددة بعد طرح ابن سينا البرهان، حتى كتابات ناقدي ابن سينا نفسه، الدليل الكبير على تأثير البرهان. بساطة البرهان واحتوائه على عدد بسيط من الفرضيات والمقدمات أدى لانتشاره وقبوله بشكل واسع. ببساطة، كل المطلوب إنك تقبل تفريق ابن سينا بين مشروط وواجب الوجود، لكن بعض الفلاسفة المعاصرين اعتقدوا إن سبب انتشار وقبول البرهان هو إن المنطق البسيط اللي اتبنى عليه بيطابق المنطق اللي كتير من البشر بيتبنوه للاعتقاد في وجود الله، على العكس من جدلية أنسلم الوجودية اللي صاغها بعد ابن سينا بعدة سنوات، واللي تبدو إنها حيلة ذكية لإثباته لله. لكن كأي جدلية فلسفية ليها أنصار ونقاد، وأول نقاد البرهان كان من داخل مدرسة الفلسفة الإسلامية، حكيم وقاضي قرطبة ابن رشد أفاروس، اللي نقد منهج البرهان وجادل وجود الله لابد من إثباته على أساس العلم الطبيعي أو الفيزيائي، زي ما أرسطاطل عمل في حجته الكونية. ابن رشد جادل إن البرهان لابد أن يكون قائم على الطبيعيات physics، مش على تأملات ما وراء الطبيعة metaphysical reflections، زي ما ابن سينا عمل في برهان. أما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي هاجم البرهان بسبب أن نتائجه يبدو أنها غير متفقة تماما مع صورة الله طبقا للوحي الإسلامي. على سبيل المثال، طبقا لابن سينا، الله من غير الممكن أن يكون له صفات أو علاقات مشروطة، وبالتالي تسبيبه أو خلقه للكون لابد أن يكون ضروري. الغزالي رفض الفكرة دي، وجادل إنها غير متسقة مع فكرة حرية إرادة الله المطلقة الغير مقيدة اللي اعتقد فيها الغزالي، واللي بتعد مفهوم أساسي في المدرسة الأشعرية اللي انتمى لها حجة الإسلام. واستطرد إن حرية الله المطلقة من الممكن الاستدلال عليها من خلال الطبيعة التعسفية لحجم الكون الدقيق أو وقت خلقه. ونقد أخير للبرهان بيرفض فكرة واجب الوجود نفسها على أساس رفض فكرة المشروطية. ارجع لحلقات المشروطية في سلسلة ما وراء الطبيعة. وبالتالي نقطة البداية للبرهان هتكون إن الكون موجود فقط بدون كائنات ضرورية أو مشروطة أو أي مسبب خارجي، فقط أبدي دائم الوجود.